وانت متحيز متحيز للجليلة على حساب يعني فنانات عراقيات، المفروض انه تكون يعني اقرب للفنانة العراقية، تدعم الفنانة العراقية مو تسوي العكس. هذا بيتجني عليه. انا احكي لك شغله، جليلة اول تناولناها بالبرنامج كان سخرية وحششنا عليها مثل ما يقولون بالمصطلح العام، وجينا قلنا هي مو مطربة وهي كذا وهي كذا وهي كذا. الله على تقبلها الرائع للموضوع، من تقبلت الموضوع والجمهور عجبتها القضية احنا استمرينا. موضوع انه هي فتحت لنا الباب انه نستمر، لكن الممثل العراقي والفنان العراقي ترى عندي اطلاع بهالموضوع بس ما معلنة. يعني اكو ناس هددوني بالقتل، اكو فنان عراقي تناولته بحلقة اتصل بي شخص هددني بالقتل. زين اذا فنان يهددني بالقتل لعد المسلحين شو يسوون؟ فاحنا قرصاغك انت بالتحمل، عجبتك قرصاغك العراقي بغداد، انت جد قابليتك بالتحمل تخليني انا اتعامل وياك. جليلة تقبلت النقد، تقبلت الشقة، وبالعكس انسانة ذكية تقول لك هذا منبر مهم بالعراق، انا ليش احاربه؟ ليش اكون ضده؟ بالعكس جابوني بالطاري، وانا دائما اقولها اللي يجي طارية برنامج ناجح هذه دعاية، والامريكان يقولون الدعاية السلبية هي دعاية بالاخير. تمام. متواصل ويا جليلة؟ عندك تواصل وياها؟ والله مؤخرا صار بالسناب شات سولفنا، انه قلت لها اذا اجي دبي ممكن نسوي فد برومو قبل ما تجي لبغداد، فد شيء بسيط يعني. حلو. ها انت جاي لبغداد؟ هي احنا هي القصه كلها انبنت على جايتها لبغداد، انا ما اجيب شيء اتناوله برنامج عراقي وما له علاقه بالعراق. هي اصلا القصه انبنت انه عندها حفله تجي للعراق، سوت لقاء بقناه الشرقيه، خذنا اللقاء صنفناه. صنفناه للقاء، طلعناها يعني بيها مشكله بالغناء وما عرفنا هي شنو تغني لو ما تغني، بس هي تقبلت الموضوع. فبيناتنا سناب شات بس. ما تبادلتوا ارقام التليفون؟ لا لا يعني ما يعني اذا رحت دبي مثلا وكان السناب مثلا ما موجود او محذوف من التليفون؟ لا السناب موجود، وبعدين قلبي ميت اخذ رقمها بتليفوني.